دقيقة أنتم في الاستماع لإذاعة اللاحية في أمريكا في ميدي سبيسيال استفتيت تود سويت لانترفيو دي جور انترفيو دي جور في الانترفيو متاعنا لليوم سي حمادي ضيفتنا مدام راضية الجربي. خلينا نتابعوا قراءتهم لمشروع الدستور، موقفهم من مشروع هذا الدستور، خاصة وأن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان شارك في جلسات الحوار الوطني. مدام راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مرحبا بك على إذاعة الحياة فان. يعيشك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. مدام راضية، سؤالي في البداية شن نسألك، هل اتحاد المرأة أصدر موقف بخصوص مشروع هذا الدستور اللي هو موضوع استفتاء 25 جويلية؟ موقفنا أعتقد أنه نفس الموقف اللي قلناه من قبل فيما يتعلق بال بكل المسائل، معناها الحقيقة الوطنية احنا مع مسار 25 جويلية، هذا لا شك فيه. نعتبر أن المسار هذا تصحيح لوضع اللي عاشته تونس خلال العشرية السوداء كما سميناها احنا. ابقى على مستوى الموقف من الدستور، خلينا بناتنا في أريحية، يعني كل جهة وكل هيكل هو معناها مسؤول على جهته ياخذ الموقف اللي راه مناسب. ما نجموش ناخذ موقف موحد، لأنه الاتحاد اليوم ما عادش كما اتحاد قبل. الاتحاد اليوم فيه العديد من الأطياف السياسية، العديد من الأطياف الفكرية إنشائنا والإيديولوجية اللي الحقيقة مش ممكن اليوم يخرج الاتحاد برأي من الدستور رأي موحد. هذاك علاش بناتنا خلينا لهم الاختيار الحر، وفما برشا قاعدين يشتغلوا توا حاليا على مسألة الاستفتاء ويجهزوا في نفسهم، وفما البعض اللي ربما ما زال يفكر. أما فيما يتعلق بالملاحظين في كملاحظين يعني في عملية الاستفتاء، الاتحاد سيكون إن شاء الله حاضر كملاحظ في كل مناطق الجمهورية. إن شاء الله نقدم القائمات نتاع بناتنا اللي بيش يشرفوا على الاستفتاء كملاحظات لهذه العملية اللي باش تصير في تونس نهار 25 جويلية. واضح به. مدام راضية الجربي، خلينا نحكيه على مضمون هذا الدستور، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومكتسبات المرأة وسيتك تمثل يعني المنظمة النسوية في تونس، تقييمك لباب الحقوق والحريات وخاصة الفصول التي تنص على يعني حقوق المرأة، هل حافظ هذا هل هذا الدستور، مشروع الدستور، حافظ على مكتسبات المرأة وعززها، وكيفاش تراو يعني الحقيقة في باب الحقوق والحريات وأيضا في باب المتعلق بحقوق المرأة هو مرضي ومرضي للغاية، لأنه الحقيقة حافظ على مكتسباتنا فيما يتعلق بمجال الأحوال الشخصية ودستر القانون الأحوال الشخصية، وأيضا الدعوة إلى أن الدولة تعمل على دعمها، وهذا موجود في دستور 2014 بقيت، وهذا مسألة هامة. أيضا مسألة التناصف، واحنا كنا خايفين انه يقع حذف مبدا التناصف في المجالس المنتخبه، ايضا تمت المحافظه على هذا المبدا او هذا الحق، وهذا ايضا مساله طمانه. هنالك دعم لحقوقنا فيما يتعلق بدستره مبدا تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع القرار، وهذا ايضا مساله هامه جدا، لانه اول مره يقع دستره هذا الحق ان شئنا، لانه هنالك قانون ينظم أو أمر ينظم مجلس النظراء لتحقيق المساواة أو تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مواقع القرار. اليوم أصبح هذا مبدأ دستوري وحق دستوري للنساء، وهذا أيضا شرف لنا أنه الدستور هذا زاد مكاننا من بعض الحقوق اللي إن شاء الله تخلي النساء تكون متواجدة أكثر في مواقع القرار، وراو النساء في السلطة أكثر من ذي قبل، وراهم أيضا في الدبلوماسيات وفي في الولايات وفي العديد من القطاعات بما في ذلك الإدارات، لأنه هنالك ظلم كبير يتمارس على النساء على مستوى الترقية والارتقاء في السلم الوظيفي. إن شاء الله المبدأ هذا يكرس ويطبق بحيث يقضي على التمييز اللي كانت ضد النساء. هنالك العديد الحقيقة من المكتسبات اللي هي موجودة من قبل، ابقى أيضا هنالك بعض الحقيقة المسائل اللي أتمنينا أنها تكون موجودة لكنها حذفت، كما
مسألة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية اللي كان في قانون 2014 تقريبا مسألة صعبة جدا باعتباره قانون أساسي. المشرع السابق نص على أنه مراجعتها تخضع إلى شروط خاصة، اليوم المشرع الجديد يراوي أنها قانون أساسي فوق القوانين العادية ولكن ما نصش على مسألة مراجعتها. أيضا كان عندنا مخاوف من فصل 5 من مسألة الآداب العامة وجملة من المسائل اللي هي ربما تمس من حقوق النساء، اليوم تم رفعها في التنقيح، هذا أيضا مهم. يبقى أنه في كنا نتمناه أنه يكون هنالك التنصيص على المساواة أمام القانون وأيضا في القانون، بقيت النص على صيغته القديمة اللي هو المساواة بين التونسيين والتونسيات أمام القانون. على كل حال احنا نعتبر ان هذا لا يمس من حقنا في المساواة في القانون. والمسألة الأخيرة انه نص الدستور هذا ما كانش مجندر على مستوى اللغة، احيانا تحدث مواطنين ومواطنات، نساء ورجال، واحيانا تحدث الناخب او المواطنون فقط. كنا نتمنى انه كان تكون اللغة المعتمدة فيه لغة مجندرة حتى يكون كل ما بنود وكل معناها الفصول تتعلق بالنساء كما تتعلق بالرجال، كما مسألة اللي تمت مراجعتها فيما يتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الدولة، الحمد لله أنه هنالك أيضا تم التنقيح والاهتداء لأنه راه لا تمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى رئاسة الدولة. دونك فما مسائل أخرى كنا نتمنى أنها أيضا تراجع من أجل أنها تكرس نساء ورجال، لكن في نهاية الأمر فيما يتعلق بمسألة الحقوق الحرية وحقوق النساء أعتقد أنها الدستور الجديد معناها لا مآخذة كبيرة عليه ومرضي كثيرا في هذا. ولكن مدام راضية فما بعض الجمعيات اللي أبدت تحفظاتها يعني على يعني على حقوق المرأة ومكتسبات المرأة، ثم تراجع فوالا كما جمعية النساء الديمقراطية. ما فماش تراجع للأمانة، ما يلزمش معناها يعني ما يلزمش نقولوا معناها النقد من أجل أنه ننتقده، فما نقد آخر يهم أبواب أخرى. أنا تسألتني في الباب هذا أنا أقول لك لهنا ما فماش تراجع. حتى مسألة التشريع الإسلامي ومقاصد الإسلام وغيرها ما هيش ما جاتش في الدستور الجديد، وكان جات في الدستور الجديد تنقول لك أن هذه المسائل هي تخلي معناها تخلينا نخمو في ربما فما إمكانية للتراجع حسب التأويل. مثلا مبدأ التناصف بين المرأة والرجل مدام راضي كيفاش تراها حسب هذا الدستور؟ شنو هي قلت لي سامحني؟ مبدأ التناصف بين المرأة والرجل مثلا العنف التناصف موجودة في الدستور الجديد، ينص الدستور الجديد على التناصف في بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة، وأضيفت للفقرة للفصل هذايا فقرتين جدد اللي هو التكافؤ والفرص فيما وقع القرار وأيضا نبذ العنف ضد النساء. وأنا راني ما نحبش نمشي بعيد، ما نجم نقول لك هذا الفصل يمكن أن يطبق في مسألة المساواة في الميراث، لأنه تكافؤ الفرص على مستوى الاقتصادي أو المساواة على المستوى الاقتصادي أو نبذ العنف بمعنى العنف الاقتصادي. دونك إذا فما تمييز في أي مجلة من المجلات اللي يتميز ما بين النساء والرجال وهذا اعتبرناه ويعتبره القانون أيضا عنفا اقتصاديا، فأنا راني نجم نستند على هذا الفصل من أجل مطالبة بالمساواة في الإرث بين النساء والرجال. دونك ما فماش في هذا الباب حاجة مست من حقوق النساء. حتى هني قلت لك المسائل المتعلقة بالتشريع الإسلامي ومقاصد الإسلام هو موجودة في الدستور القديم، نفس المؤاخذات اللي كانت عندنا على الدستور القديم. ربما في هذا الباب أيضا يمكن نقوله نفس المؤاخذات لكن على مستوى الحقوق والحريات متعلقة بالنساء. أعتقد أنه فما دعم أكثر منه مس بحقوق النساء، لأنه الفقرتين اللي كانوا يمسوا من حقوقنا تم رفعهم. به مدام راضية احنا توا كان نقارنوا بدستور 2014، هل هذا الدستور أفضل من حيث مكتسبات المرأة وحقوق المرأة أم لا؟ وكيفاش ترى مكتسبات المرأة في المستقبل يعني إذا تم تطبيق هذا الدستور؟ أنا نقول لك كونه على في هذا الباب وأعيد في هذا الباب هنالك دعم، ليس هنالك تراجع في حقوق النساء، فماش حاجة تمثل في حقوق النساء، دسترت مجلة الأحوال الشخصية، نبذ العنف، تكافؤ الفرص والتنصف. دونك تقريبا جل ما وأكثر مما كان عنا في الدستور القديم موجود. الخوف والمخاوف
ربما بالنسبة لتكافؤ الفرص أو بالنسبة لنبذ العنف على مستوى الاقتصادي في كيفية تأويل هذا النص أمام المحاكم. لكن هذا خدمتنا أحنا رجال القانون، خدمة أيضا شراح القانون، خدمة القضاة، وسنناضل وسنعمل من أجل أن يعتبر هذا الفصل بمثابة الفصل اللي ينص على المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال في جميع المجالات. في باقي الأبواب هنالك ما يتقى، أما في هذا الباب أعتقد أنه ما فماش مس من حقوق النساء. نبقى مدام راضية في مجال المرأة، سيادتك قبيلة عرجت على أنه قانون الأحوال أو مجلة الأحوال الشخصية اللي في الدستور الفارط كانت غير قابلة للمراجعة، وأنه في الدستور هذايا يمكن مراجعتها. هل لكم أنتم كاتحاد المرأة بعض النقاط اللي تحبوا تضيفوها لمجلة الأحوال الشخصية وما هي؟ شوف الحقيقة هو مش غير قابل للمراجعة، ما يصعب مراجعة معنا تقريبا ثلثي المجلس يعني عارف. عنده شروط مجحفة، تقول انت شروط مجحفة اللي تخلي انه المجلة تقريبا لا تراجع. بيان سور انا كانت حبني توا ومبليس انا محامية باش نقول لك شنو نتمنى يقع مراجعة في مجلة الأحوال الشخصية. مثلا مسألة المهر، بالحق اليوم ما عادش نجمو نحكيو على مهر المرأة والتي هي تقريبا تساهم بنصف نصف في مسألة إعداد معناها بيت الزوجية، فمش ممكن أنه نتعاملوا بي ونحكيوا عليها كمواطنة ومواطنة كاملة الحقوق. لكن المهر سيدتي الكريمة هو ركن إسلامي في الزواج. نعم ولكن هل نحن نتزوج زواجا إسلاميا؟ هل معناها كنا حيو المهر بمعنى احنا خرجنا على المله؟ ليلة احنا نتزوج على مذهب ابي حنيفه، ولكن نعم نتزوج حتى على مذهب مالك. نحن في على مستوى كيفاش كنا نجيو نتزوجوا، هذيك مساله تتعلق بالعقيده، باطمئنان نفسي روحي، رانا احنا في ذل معناها رانا مسلمين وغيره، لكن مش يولي شرط نتزوج بيك ما تعطيني دينار. معناها احنا في تونس عملنا خطوة جريئة جدا وقت اللي جاء بورقيبة وقال راهو دينار، باش يقول راهي المسألة رمزية، ما عادش بيع وشراء وكل هالمسألة الرمزية. اليوم على مستوى التطبيق تقريبا اندثرت، معناها نمدوك الدينار من باب باش يحطوه سوفينير في ألبوم، أما مش بمعنى هو شرط وركن. احنا الشرط والركن الأساسي اليوم في عقد الزواج هو المحبة، التعامل باحترام، المودة، المعروف. لكن هذه قيم غير قابله للقيس سيدتي، ما تعرف الحاجات هذوما ما يضمنوا في عقد هما اشياء قابله للقيس. هل يمكن ان نحط في العقد وعاملوهن بمعروف؟ هذه زاد من قواعد التشريع الاسلامي والقواعد اسلامنا الحنيف، وايضا من قواعد حسن المعاشره المنصوص عليه في مجلة الأحوال الشخصية. واحنا نتزوج زواجا مدنيا في نهاية الأمر، ليس زواجا دينيا. بالتالي مسألة المهر اليوم فيها كما البيع والشراء اللي هو تجاوزتها تونس بأنه قلت لك بالرمزية، خليها تقعد مسألة رمزية على مستوى الأسرة، على مستوى احنا الاثنين مسلمين فنحترم بعضنا، أما ما تعتبرش ركن من أركان العقد أو شرطا من شروط العقد. لأنه مثلا شروط العقد اليوم شهادة طبية، هل إذا معناه شهادة طبية الزواج باش يكون معناه دينيا باطل؟ ليه؟ لأنه اليوم الظرف والوضع اقتضى من أجل سلامة الأبناء وغيره أنه نعمل شهادة طبية، وأصبحت ركنا أساسيا من أركان العقد. وبالتالي اليوم تجاوزنا بعض الحكايات اللي هي ما عادش تستقي مع مكانة المرأة ومع مسألة المواطنة والمساواة وغيرها. وأيضا فلسفة الزواج، الزواج اليوم ما هوش عقد، هو مؤسسة من أجل بناء أسرة وأبناء يعيشون في استقرار نفسي. ما عدناش عقد نتزوجك انت وندفع مهر الوحدة أخرى ونتزوجها وإحنا ندوره معناها أعتقد المسألة دي جوزها الوقت. أيضا هناك مسألة ديما نقولها هي مسألة مسكن الحاضنة. في القانون التونسي يقول لك سكن الحاضنة بعد الطلاق معناها يا إما بيت الزوجية أو يكري لها الزوج منزلا إن لم يكن له منزل. أحيانا كيبدأ هو ملك الزوج المقر الزوجية يقول لك ابقاء الزوجة بمحل الزوجية، والراجل أيضا باعتباره مالك يقعد في محل الزوجية، زوج مطلقين ويظلوا في نفس المكان. هذا أيضا لابد أن مشرع أن يفكر في هذه المسألة، لأنه هذه بعد يترتب عليها برشا مشاكل وتتعقد الأمور
أكثر من اللي هي ما قبل إيقاع الطلاق. يعني سيعمل الاتحاد اتحاد المرأة التونسية سيعمل على يعني هذه التغييرات في المستقبل. في ظل الدستور الجديد. فما مسألة أخرى أيضا في ما عناش في مجال الأحوال الشخصية وما عناش في حتى قانون وضعي في تونس اللي هي استمعناها بمجرد الزواج تاخذ المرأة لقب زوجها وهي تقليد استعماري بحت. معناها ولا قريب يولي قاعدة إدارية. ما زاد هذا مش معقول. النسب معناها ينسب الولد لأبيه وتنسب زاد البنت إلى أبيها. كنقول الولد بمعنى المولود إلى أبيه. سواء اسمي راضية الجربي نتزوج نعمل عقد زواج والتحقوا بنسب زوجي. أنا راني زوجي مش جربي. أما بابا اسمه جربي. أنا أحمل نسب أبي باعتباري ابنة شرعية لأبي. علاش تحبوني نولي ابنة لزوجي. زاد هذا فما مسائل دخلنا فيها زاد غالطة في تونس لابد من مراجعتها حتى زاد تاخذ المرأة مكانتها وتحافظ على أهلها ونسبها وأيضا في كل معناها وفي نفس الوقت تحافظ على العلاقة المودة والمحبة والعشرة الطيبة اللي ما بينها وما بين زوجها. وهل هذا مثلا في نقطة اللقب مدام راضية هل فم ما نعرفش قاعدة لاحظ ممكن فم قابلية من عند النساء انهم يضيفوا لقب زوجهم الى لقب ان هكا يعني على خاطر معناها تقليد شائع اذا ما تحطش باش تقول راني تزوجت دليل على باش الإدارة تعاملها انها متزوجة وتنقص من التحرش الجنسي عليها باش يحترموها باعتبارها راي متزوجة. لكن زادا مش باش امراض اجتماعية وعنف يسلطوا على النساء معناها من باب التحرش وغيره باني راني انا هذا دراب وراني تزوجت وبدلت اللقب نتاعي. فما مسائل تحتاج الى مراجعة لكن في جلها فما مسائل اخرى زادا ربما مش باش نقول لك راهو توا لكن وقت اللي ننظروا في العديد من التطبيقات على مستوى واقع تونس وغيره بما في ذلك مساله المواريث راهو اليوم الميراث معناها المشروع اللي كان موجود هو اختياري انه كل اسره تختار شنو تحب تعمل مشروع هام ايضا لانه ينصف النساء الفقيرات مش ينصف الغنيات ينصف الفقيرات لانهم يشتغلوا في الريف يشتغلوا في الفلاحة يشتغلوا في المعامل بظروف صعبة من أجل مساعدة أسرهم. فيما بعد الثروة تقعد للأسرة وللذكر وهي تلقى روحها ما عندها حتى شيء. إنصافا وعدلا ورفعا للظلم على هالنساء هذا معناها لو صارت نجم تقول لك أنا نحب نخلي الدار بناتها بنتي نخليها لها أو نخلي لها نصفها باش خوها ومرت خوها ما يغوروش عليه. راني رئيسة اتحاد وطني المرأة لو كان تشوفوا المظالم اللي يعيشوها من نساء هذوما راهو قلبك يوجعك وعليك وراهو من باب الإنصاف والعدل اللي ربي سبحانه اسمه العادل. دونك اليوم ما نتصورش انه معناها فما دين يرضى بالظلم اللي يعيشوه النساء هذوما وبالتالي ترك الاختيار للأسر زاد مسألة هامة قد تحمي أو تساهم في حماية هؤلاء النسوة من الظلم اللي يعيشوا فيه أولا من الوضع الاجتماعي من الوضع المهني من الدنيا الكل وزيد بعد تدور عليهم الايام كما يقولوا هما ويمشي بوها وتمشي امها تلقى روحها في ظروف صعبه برشا. مدام راضيه من خلالك نحيي النساء العاملات في مجال الفلاحه وغيره. نعم. اما ملاحظتي لك الاخيره تراش انه دستور 2020 يعطيكم الفرصة أنكم 2022 الدستور الحالي اللي مشي قال استفتاء عليه يوم 25 جويلية 2022 مش يعطيكم الفرصة أنكم تقدموا بمشاريع جديدة ربما لإنصاف المرأة اللي مرت بوقت ربما ما لقاتوش. نعم نعم لأنه مهم اليوم أنا قلت لك يمكن أهم فصل وفصل هذا مهم على تكافؤ الفرص لأنه يعني في الفصل القديم في القانون القديم كان فما فصل في التمييز الإيجابي للجهات اليوم نخموا في التمييز الإيجابي صعبين النساء والنساء والنساء والرجال. مهم تكافؤ الفرص مهم أيضا نبذ العنف أنه يكون مسألة مدسترة وهذا باش يخلينا أيضا يعطينا أريحية في معناها تحرير مشاريع قوانين أو القيام بلوبينج على مشاريع قوانين موجودة من أجل إنصاف النساء هذوما اللي قعدوا لسنوات ولعشرات السنوات تحت الظلم والضين
واللي ما عاد يرضى به حتى حد معناه لا الدولة ولا المواطن ولا حتى حد. واضح. بالتوفيق لكم مدام راضية الجربي. وأكيد احنا تاو نتابعوا يعني مختلف الأنشطة متاعكم والدفع نحو يعني احداث هذه الحقوق والدفاع على حقوق النساء في مجملها. وأكيد تاو نتابعوا مختلف النقاشات. بارك الله فيك مدام راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي في الاتحاد خليت الحرية أمام النساء والمنظمات النسوية والجمعية النسوية. كل حد والموقف متاعو يختار بكل حرية. بعد شوية عنا حوار مع ضيفي السيد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس وسيد أيمن بوهليل عن حركة عزيمون بخصوص مشروع الدستور.